السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي الجدع المشترك العلمي، مرحبا بكم على قناة تتعلم ذاتيا. في هذا الفيديو إن شاء الله نديرو تتم الدرس ديال لي زيكواسيون زينيكواسيون دو سكوند دوغري. الفقرة الثانية فاكتوريزاسيون السين دون بولينوم اكس كاري بلس بيكس بلس سي، تعميل وجدول الإشارات لثلاثية الحدود اكس أس اثنان زائد بي اكس زائد سي. شاركوا معنا في القناة باش تشجعونا على الاستمرار، بارطاجيو الفيديو باش تعمل الفائدة، ولا عجبكم الفيديو ما تبخلوش علينا باللايك. سي دلتا سوبيريور زيرو، فاكتوريزاسيون هي ا عامل لي اكس ناقص اكس واحد عامل لي اكس ناقص اكس جوج. هاد اكس واحد اكس جوج هما الحلول ديال المعادلة. قلنا بان دلتا كانت سوبيريور زيرو كورما صفر، راه عندي حلين اكس واحد اكس جوج. بنعملو كنديرو ا مضروب في اكس ناقص الحل الاول عامل لي اكس ناقص الحل الثاني. إلا كان دلتا أصغر من صفر أون نو بو با لو فاكتوريزي، منقدروش نعملو. علاش؟ لأن ما عندهاش لي سوليسيو، خصها دو سوليسيو، هدا وهدا ولا يكون واحد. إلا كان دلتا تساوي صفر عندها حل واحد، إلا أون سوليسيو يونيك هو إكس أن. إلا بغينا نعملو كنديرو أ مضروب في إكس ناقص إكس واحد الكل أس اثنان إتيكال أ عامل لي إكس ناقص بي أو كاري سي دو زا لو كو أو لو تو كاري ناقص بي أوس اثنان سوغ دوزا هي إكس، هي إكس اللي لقينا، لأن الدلتا كتساوي صفر. دونك غادي نديرو تمرين. عندنا إكس أوس اثنان ناقص ثلاثة إكس زائد اثنان تساوي صفر. إلا بغينا نعملو خصنا نحلو المعادلة باش نلقاو الحلين. كنديرو الدلتا تساوي دلتا كتساوي بي او كاري ناقص ربعة ا فوا سي. اذا دلتا كتساوي بي او كاري شحال؟ قلنا بان ا هي كتكون مرتبطة باكس او كاري هي واحد، بي كتكون مرتبطة باكس هي ناقص ثلاثة، سي كتساوي اثنان. اذا دلتا تيكال بي او كاري سي موان تروا او كاري، موان تروا او كاري ناقص ربعة مضروبة في أ هي واحد، مضروبة في سي هي اثنان. دلتا كتساوي ناقص ثلاثة في ناقص ثلاثة هي تسعة، ناقص في ناقص هو زايد هي تسعة، ناقص أربعة في واحد ناقص أربعة في اثنان ناقص ثمانية كتساوي واحد. إذن هذه أكبر من صفر. إذن غادي نديرو هاد المعادلة لها حلين إكس واحد وإكس جوج، لأن الدلتا ديالها موجبة. غنديرو إكس واحد يساوي ناقص بي ناقص جوج مربع دلتا على جوج مضروبة في أ، و إكس جوج يساوي ناقص بي زائد جوج مربع دلتا على جوج مضروبة في أ. الفرق بيناتهم هادي فيها ناقص هادي فيها زائد. إذا نديرو أبليكاسيون نيميريك يساوي حسب عادي ديالنا ناقص بي ياش هي ناقص ناقص ثلاثة، ناقص ناقص ثلاثة ناقص جوج مربع ديال واحد على اثنان مضروب في أ مضروب في واحد كتساوي ناقص ناقص هي ثلاثة، جوج مربع واحد واحد ناقص واحد، اثنان في واحد هي اثنان تساوي اثنان على اثنان تساوي واحد. ها الحل الأول، ها هو الحل الثاني هو ناقص بي ناقص ناقص ثلاثة ناقص ناقص ثلاثة زائد جوج مربع واحد الكل على اثنان مضروبة في واحد تساوي ناقص في ناقص هي زائد ثلاثة زائد جوج مربع واحد هو واحد، اثنان في واحد هي اثنان تساوي أربعة على اثنان تساوي اثنان. إذا الحل الثاني هو اثنان. بغينا نعملو تعميل، قلنا كنديرو أ مضروبة في إكس ناقص إكس واحد. أ هو شنو؟ هو واحد مضروب في إكس ناقص إكس واحد، إكس واحد هو أن، عامل لي إكس ناقص إكس جوج، إكس ناقص إكس جوج هو اثنان. هادي هي إكس أس اثنان ناقص ثلاثة إكس زائد اثنان هي هادي. إلا نشرنا غادي يعطينا هاد المعادلة. التمرين التاني،
x أس 2 دوزيام إكزارسيس x ناقص x أس 2 زائد 3x زائد 5 تساوي 0. غنديرو دلتا، دلتا كتساوي ب أس 2 ناقص 4 أ مضروبة في سي. هنا عندنا أ اللي مرتبط بإكس أس 2 هي ناقص 1، عندنا ب تساوي 3 ولا كونستانت سي سي 5، سي تساوي 5. إذن دلتا كتساوي أبليكاسيون نيميريك ب أس 2 هياش، هي 3 أس 2 ناقص 4 مضروبة في أ مضروبة في ناقص 1 مضروبة في سي مضروبة في 5. إذا دلتا تساوي 3 أس 2 هي 9 ناقص في ناقص هي زائد 4 بواحد 4 في 5 20 هي 29. إذا هذه أكبر من صفر. المعادلة لها حلين إكس 1 و إكس 2، خصنا نلقاو إكس 1 ونلقاو إكس 2. إذا إكس 1 يساوي موان ب هي ناقص 3 موان جذر مربع ديال 29 دلتا على جوج أ، جوج في ناقص واحد هي ناقص جوج تساوي اختزلو ب 2 تبقى لي ناقص تبقى لي 3 زائد جوج مربع 29 على 2 إكس 1. بالنسبة للحل الثاني وهو ناقص 3 زائد جوج مربع 29 على ناقص 2، كاين الفرقة هذه فيها ناقص هذه فيها زائد تساوي، إذن تساوي غادي نحيدو ناقص من هنا غتولي عندي هي 3 ناقص جوج مربع 29 على 2، هذا هو إكس 2 هذا إكس 1 هاهو. إذن بغينا نعملو قلنا كنديرو أ عامل لي إكس ناقص إكس 1 عامل لي إكس ناقص إكس 2. إذن غادي نديرو أبليكاسيون نيميريك تا ويدات واحد شحال شي ناقص 1 هاهو ناقص 1 عامل لي إكس ناقص إكس واحد هياش هي تلاتة تلاتة زائد جوج مربع 29 على 2 فوالا عامل لإكس ناقص إكس جوج هياش هي تلاتة ناقص جوج مربع 29 جوج مربع 29 على 2 تساوي ندخلو هاد ناقص لداخل باش تبقى عندي ندخل ناقص تولي ناقص إكس زائد ناقص هنايا ناقص ناقص في ناقص زائد 3 زائد جوج مربع 29 على 2 عامل لإكس ناقص 3 ناقص جوج مربع 29 على 2. إلا ديفلوبينا هذا لاش إذا نشرنا هذه غادي نلقاو المعادلة ديالنا هادي. هاد المعادلة 3x أس 2 ناقص 5x زائد 7، عندي لا دلتا ديالها هي ب أس 2 هي عندنا أ قلنا كترتبط ب إكس أس 2 هي 3، ب ترتبط ب إكس هي ناقص 5، سي هي 7 لا كونستونت. إذا دلتا تقال ب كاري سي ناقص 5 أس 2 ناقص 4 مضروبة في أ في 3 مضروبة في سي مضروبة في 7 دلتا تساوي ناقص 5 أس 2 هي 25 ناقص 4 4 في 3 12 12 في 7 84 كتساوي 59 ناقص 59. إذا دلتا هنا انفيريور زيرو، إذا هذه ما عندهاش الحلول، إذا أون نو بو با لو فاكتوريزي. Pas de solution, pas de factorisation. On ne peut pas, factoriser. On peut faire un peu de choses, parce qu'on n'a pas de choses. On va faire un peu. Bon. Mital. Tani, ou mital tani, ou rabe. X ou sitnan, naqas 10x, zayad 25, katsawo 0. إذا غنديرو لو ديسكريمينون دلتا تساوي ب أس 2 هي ناقص 10 أس 2 ناقص 4 مضروبة في 1 في أ مضروبة في 25 سي تساوي دلتا تساوي 10 ناقص ناقص هي أس 2 10 أس 2 هي 100، إذا 100 ناقص 4 في 1 4 في 25 هي 100
tساوي صفر. إذا دلتا تساوي صفر. أنا إيسي دلتا إيكال زيرو. إلا إن سوليسيون إينيك. لكن عندها حل واحد سوليسيون إينيك هواش؟ هو إكس أن يساوي إكس دو يساوي موان بي سيغ دو أ. هو موان بي هياش ناقص ناقص عشرة هي عشرة على جوج في واحد هي جوج كتساوي خمسة. هذا هو الحل. إلا بغينا نعملوها كنديرو أ عامل لي إكس ناقص إكس واحد لتو كاري. كنديرو أ عامل لي إكس ناقص إكس واحد الكل أوش اثنين هي أ هي واحد عامل لي إكس ناقص خمسة الكل أوش اثنين. إذن هذا هو التعميل ديالها. حيد الواحد ما تشوف مشكل واحد نشروها ونشوفو واش هي واش صحيحة ولا ماشي صحيحة. عندنا إكس ناقص خمسة مطابقة هامة هي أ أوش اثنين إكس أوش اثنين ناقص جوج في خمسة في إكس زائد خمسة أوش اثنين هي إكس أوش اثنين ناقص عشرة إكس زائد خمسة وعشرين. هاي المعادلة ديالنا هي هادي فوالا هي هادي. إذا نشرناها حب نديرو مثال آخر. هادي الطريقة باش كنديرو الفاكتوريزاسيون أو بيان غندوزو ندوزو دوزيامون أو بيان بوتي بي طابلو دو سين جدول الإشارات طابلو دو سين أكس كاري بلس بي إكس بلس سي. عندنا إكس إكس موان زان لحتى دلتا بوزيتيف كنديرو إكس عامل لي إكس ناقص إكس واحد عامل لي إكس ناقص إكس جوج هي هادي ديال الكواسيو. إذا هنا كتنعدم في إكس واحد هنا هنا صفر كتنعدم تا هنا هنا كتنعدم في إكس ناقص إكس جوج هنا كتنعدم هنا وكتنعدم هنا. إذا غادي نجيو لهادي من هادي الحل كتنعدم الحل ديالها على الشمال الحل ديالها لو سين نيجاتيف عكس أ إشارة عكس عكس أ عكس أ هيش إشارة ديال عكس أ هي ناقص هي ناقص واحد أ هنا أ موجبة. إذا إشارة إشارة عكس العدد أ هيش هي سالبة هنا إشارة أ إشارة إشارة أ وهنا إشارة أ على اليمين إشارة أ هنا كديرة موجبة هنا زائد زائد هذه كتنعدم هنا إكس جوج يعني عن الشمال عكس إشارة أ عكس إشارة أ عكس إشارة أ اللي هي ناقص هنا ناقص عكس إشارة أ بحال بحال عكس إشارة أ وهنا إشارة أ على اليمين إشارة العدد أ هي موجبة. إذا ناقص مضروبة في ناقص تعطينا زائد مزيان ناقص مضروبة في زائد تعطينا ناقص زائد في زائد تعطينا زائد. إذا ما بين الحلين إشارة عكس أ وخارج الحلين إشارة أ. إذا هنا هي عكس عكس أ وهنا إشارة أ هنا وهنا إشارة أ فو. إذا إذا كانت إكس ناقص إكس واحد عامل لي إكس ناقص إكس اثنان أكبر من صفر سي إكس ناقص إكس واحد عامل لي إكس ناقص إكس جوج أكبر من صفر يكافئ بأن إكس ينتمي للمجال من هنا ناقص ما لا نهاية ناقص ما لا نهاية إكس واحد اتحاد عدد تاني زائد إكس جوج
زائد ما لا نهاية، المجالات ديما كيبقاو محلول عليهم، زائد ما لا نهاية. أما إذا كانت هذه سالبة سي إكس ناقص إكس واحد عامل لإكس ناقص إكس اثنان سالبة أصغر من صفر، فإن إكس ينتمي إلى المجال هاي أصغر من صفر هنا، هي من هذا المجال إكس أن إكس دو، ينتمي إلى المجال إكس أن إكس دو. غنديرو غادي نديرو دابا مثال غادي نطبقو فيه لابليكاسيون نيميريك ديالي، غنبينوها مزيان. جدول الإشارات قلنا ناخدو ليكواسيون لولا كنا خدينا، كنا قلنا إكس أوسي اثنان ناقص ثلاثة إكس زائد اثنان كتساوي صفر، ديرو الدلتا ديالها، الدلتا كتساوي بي أوسي اثنان ناقص ثلاثة أوسي اثنان ناقص أربعة مضروبة في واحد مضروبة في اثنان تساوي دلتا إيتيكال، كنساوي الدلتا تساوي تسعة ناقص ثمانية كتساوي واحد، هذه أكبر من صفر. إذا لديها حلين، شنو هاد الحلين؟ غنديرو الحلين، غادي نديرو إكس واحد يساوي ناقص بي ناقص 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 ثلاثة هي ثلاثة ناقص واحد جمع واحد على اثنان على اثنان كتساوي اثنان على اثنان كتساوي واحد، و إكس جوج كتساوي ثلاثة زائد واحد على اثنان كتساوي اثنان، هذه حنا درناها. إذا غنديرو طابل دو سين ولا طابل دو سين بحال هكا، هادي اللي عملناها قلنا إلا كنديرو أ مضروبة في إكس ناقص إكس واحد هو أن عامل لي إكس ناقص إكس جوج، أ هو واحد بلا ما ندير، إلا كان واحد بلا ما نديروه صافي. إذا عندنا إكس، عندنا إكس ناقص واحد، إكس ناقص واحد، عندنا إكس ناقص جوج، إكس ناقص اثنان، أبري عندنا إكس ناقص واحد عامل لي إكس ناقص جوج، قلنا من ناقص ما لا نهاية دونك إير من ناقص ما لا نهاية زائد ما لا نهاية، الحلول هي كنبداو بالعدد الحل الصغير هو واحد جوج، واحد اثنان، هاذي كتساوي صفر، يعني هاذي فكرة عدم، إكس ناقص واحد تساوي صفر، يكفي بأن إكس كتساوي واحد، إلا غنديرو إكس يساوي واحد هنا، إلا عودنا إكس بواحد تعطينا صفر، إذا لا صفر هاذي، إكس جوج، إكس ناقص جوج، إكس ناقص جوج كيساوي صفر، تكافئ بأن إكس كتساوي جوج، إذا هنا فكرتنا عدم، قلنا على الشمال ديال الحل كتكون الإشارات عكس أ. يعني ناقص عكس أ ناقص واليمين زائد، هذا هو الحل هنا، إذا هنا ناقص ناقص هنا زائد، ناقص في ناقص هي زائد، زائد في ناقص هي ناقص، زائد في زائد هي زائد. إذا دابا إذا كانت هاد التمرين غادي ينفعنا مزيان فاش في المتراجحات، في المتراجحات نخدمو بالجدول بزاف. إذا كانت إكس ناقص واحد، إكس ناقص واحد عامل لي إكس ناقص جوج أكبر من صفر، فإن إكس ينتمي إلى المجال في كاين زائد هنا وهنا، إذا من ناقص ما لا نهاية إلى واحد، ناقص ما لا نهاية إلى واحد، اتحاد جوج تل زائد ما لا نهاية، اثنان حتى زائد ما لا نهاية. سيبو إذا كانت سي إكس ناقص واحد عامل لي إكس ناقص اثنان أصغر من صفر، ساقطة من صفر يعني هنا هاد المجال، إذا غنديرو إكس ينتمي إلى المجال واحد و اثنان، هذا هو الحل ديالها، هادو غنحتفظ بيهم لاش المتراجحات، المهم طابل دو سين هو هذا. إلى هنا نكتفي بهذا القدر، وإلى الفيديو القادم إن شاء الله نكملو تتمة ديال الدرس ونزيدو تمارين تطبيقية، ما تبخلوش علينا باللايك ديالكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.